أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع: عليك عزيزي الطالب ذكر محتويات دروس الأسبوع الثاني عشر، أيضا التفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة. أنواع الجمع: الجمع في اللغة العربية هو اسم يدل على ثلاثة أو أكثر، ويجمع الاسم إما بزيادة في آخره أو بالتغيير في بنائه. الجمع هو الجمع السالم وجمع التكسير. والجمع السالم هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع ويزاد في آخره إما واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء. جمع المؤنث السالم هو جمع يدل على أكثر أو اثنتين، سواء يدل على أسماء الأعلام أو الحيوانات أو الجمادات، ويكون ذلك بزيادة ألف وتاء في آخره كما في زرافات نباتات. ويفعل جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر بالكسرة، وسمي جمع المؤنث السالم لأن مفرده لا يطرأ عليه تغيير في بنيته عند جمعه كما هو الحال في جمع التكسير. طرق جمع الاسم جمع مؤنث سالم: نتفق على أن الاسم الذي يجمع جمع مؤنث سالم سوف ينتهي بالألف والتاء، ولكن هناك أسماء قد يحدث فيها تغيير في الحرف الأخير الذي يسبق الألف والتاء دون تغيير في البنية. لذلك لدينا عدة طرق لجمع الاسم في جمع مؤنث سالم. إذا كان الاسم المفرد ينتهي بدون تاء كما في تسنيم هديل، أو إذا كان الاسم ناقصا أو ينتهي بياء لازمة كما في قاضي، فإننا سنكتفي بإضافة الألف والتاء في آخره لتصبح تسنيمات هديلات قاضيات. إذا كان الاسم المفرد ينتهي بالتاء كما في فاطمة حليمة، فإننا سنقوم بحذف التاء في آخر الاسم ومن ثم إضافة الألف والتاء لتصبح فاطمات حليمات. الألف الممدودة أصلية سنقوم بإضافة الألف والتاء في آخر الاسم كما في ابتداء وابتداءات، والألف الممدودة زائدة نقوم بتحويل الهمزة إلى واو ومن ثم إضافة الألف والتاء في الآخر. الألف الممدودة منقلبة عن ياء، في هذا الحالة لدينا طريقتان: نضيف الألف والتاء مباشرة دون تغيير، أو نقوم بقلب الهمزة إلى واو مثل سماء، سماءات، سماوات. أما جمع المذكر السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنين، ويكون بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي النصب والجر. وأنه سالم فذلك يعني أنه المفرد منه سلم من التغيير عند جمع. فمثلا نجمع كلمة معلم فتصبح معلمون، حيث نلاحظ أنه هنا لم يحدث أي تغيير في بناء الكلمة الأصلية بعد جمعها كما كانت قبل الجمع. شروط جمع المذكر السالم: الأعلام العاقلة والمذكرة مثل زيد وجمعه زيدون. الصفات للعاقل والمذكر: مخلص مخلصون، محسن جمعها محسنون، فلا يصح أن نقول باهظ ونجمعها باهظون، فهذه الصفة تطلق على الجماد من الأشياء والتي تكون أيضا غير العاقل. يشترط في جمع المذكر السالم أيضا أن يكون الاسم المفرد منه مذكرا، أما الشرط الثاني فهو أن يكون خاليا من التاء التأنيث وأن يكون عاقلا، فلا يصح مثلا جمع اسم معاوية على الرغم من أنه اسم مذكر ويدل على اسم عاقل، وذلك لأنه ينتهي بتاء التأنيث، كذلك يجب أن يكون خاليا من التركيب، فلا يصح مثلا جمع اسم عبد الرحمن لأنه اسم مركب أو مكون من كلمتين. أما بالنسبة للصفة فيشترط فيها ألا تكون على وزن أفعل الذي مؤنثه أحمر حمراء، وهذه الشروط كلها تجعل من جمع المؤنث السالم أقل استخداما من غيره من الجمع مثل جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم. ما يلحق بجمع المذكر السالم: ألحق العلماء بجمع المذكر السالم أنواع مختلفة، وهو ما يسمى بالملحق بجمع المذكر السالم، هو ما ليس مذكرا سالما ونذكر منه أسماء الجموع، وهي أسماء لا مفرد لها من ذات الكلمة مثل كلمة أولى والتي تعد جمعا لذو بمعنى أصحاب، ومنها أيضا ألفاظ العقود وهي 20 و30 و40 وما إلى ذلك، فهي لا مفرد لها. وتعرب مثل إعراب جمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب بالتجر بالياء. فمثلا نقول في حالة النصب: كتبت 20 قصة، وهنا 20 تعرب بأنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. جمع التكسير تندرج تحت قائمة جمع التكسير كلمة مثل كلمة بنون التي مفردها كلمة ابن، ويفترض جمعها بكلمة ابنون، لكن عندما حذفت الألف تم إلحاقها بجمع المذكر السالم. جمع التكسير هو ما يدل على ثلاثة وأكثر وله مفرد يشاركه في معناه في وصوله مع تغيير يطرأ على صيغته عند الجمع، وقد يكون التغيير بزيادة بعض الحروف نحو أسد وجمع أسد، ويكون ذلك بنقص بعض الحروف نحو تهمة وجمع تهم، وذلك يكون التغيير بالضبط بعض الحروف مثل أسد والجمع أسود. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.